استقبل دكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء بمكتبه وفدا رفيع المستوى من فريق العمل المعني بالتقييم المستقل للدول والتابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنساني الإنمائي الذي يزور المملكة حاليا برئاسة السيد أرناند هيرغ وعددا من المسؤولين. تهدف زيارة الوفد إلى تقييم وثيقة العمل للأعوام 2017 و2020، وهي الوثيقة التي تحدد نوع المشاريع التنموية المراد إنجازها وفقا للرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وقياس مدى تأثير الوثيقة على تحقيق الأهداف التنموية المنشودة للجهات الحكومية. قدم الوزير ميرزا عرضا للوفد عن أهم المشاريع والإنجازات التي تحققت في مملكة البحرين في قطاع الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. من جانبه أعرب الوفد عن شكره للتعاون في تقديم جميع المعلومات بشكل شامل، ومثمنين جميع الجهود والمشاريع التي يتم تنفيذها من أجل تطور وازدهار البحرين.